السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد يا جماعة. اليوم خلينا ننزل ماسك أول شيء. الله تعبنا يا أخي. على فكرة الأجواء بدأت تبرد شوية، يعني في الليل بدأ يصير الجو بارد، وعندنا في إسلام آباد كورونا بدأ ينتشر مرة ثانية وإزعاج وخرابيط فاضية، الله يعين. المهم يا جماعة، الفيديو اليوم بيكون عبارة عن إسلام آباد من الجو. أنا من زمان اشتريت الدرون بس ما استمتعت فيه، يعني لسه ما طلعت حرتي. فاليوم ايش طلعنا يعني قلنا ايش بنصور اسلام اباد من فوق. طبعا ما هروح اماكن سياحيه وكذا، لا بروح ابغى اصور الطرق والشوارع الرئيسيه، في بعض ايش يسموه الراوند اباوت، ايش جمع دوارات. المهم بنصور بعض الدوارات هذه الشهيره اللي في اسلام اباد، ونشوف عندنا 3-4 اماكن ودي اروح لها اشوفها اصورها. فيب خلونا نروح لاول مكان. تتوقعوا وين؟ الاخدم مشغول في تنظيف البتاع بتاعه ده. شنو يا جماعة آخر لقطة شفتها حق الدوار هذا كان دوار F10، دوار يعني حلو كذا، يعني خفيف جاني عنده. فواحد يمر على F10 ويكون جوعان وكذا، وبعدين ما يجي عند سيريان شاورما السورية اللي هنا عند خوينا عدنان، لازم تيجي وتاكل وتعبي بطنك، ما ينفع بعد هذا كله. طبعا شفتوا اكيد اللقطات يعني خفيفه صراحه، ما رحنا اماكن كثيره. هذا عنده اسايمنت ما سواه من امس، ما ادري من قبل امس، والحين مزعج جدي انه يلا نرجع 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 بسرعه 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 بسرعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله ذس از فيري باد. والله الحمد لله كنا طبعا اليوم غطينا لكم اول شيء كان فيزاباد. فيزاباد هذا شارع او يعني
تقاطع مرة شهير عندنا في إسلام باد، يعتبر يعني في بعض الشوارع أو التقاطعات تعتبر يعني شرايين للمدينة نفسها. هذا إحدى هذا أهم شريان هذا. حتى المظاهرات إذا بغوا المتظاهرين مثلا يقفلوا البدن، شيء أول شيء يسووه يمسكون فيزابات ويجلسون فوق يعني يجلسون في التقاطع فوق نفسه شو اسمه البرج الله بس الرحمن فوق الكوبري نفسه وكذا، خلاص اعتبر السنبات تقفلت. فأول شيء صورنا فيزابات، بعدها فلاج في المنطقة هذيك شكربريا كان فيها ثلاثة أماكن، واحدة باكستان مونا من قلنا بعدين يبغى له قاعدة وحلوة واحد يروح اللي هو النصب التذكاري لباكستان، هذا خليناه على الجنب. العلم صورنا، هذا علم كبير بعد موجود صورناه. المكان الثالث في دوار صغير جدا، بس في الدوار نفسه راسمين هلال ونجمة اللي هو علم باكستان، جنب تشاينا باك سنتر. بس يوم رحنا هناك طبعا تشاينا باك سنتر يعني منظم من قبل الجيش وكذا، فلازم تسأل وانت طير الدول، لازم تسأل يعني انا ابغى اخذ مثلا صورة جوية للدوار هذا وكذا. فرحنا نسألهم انه نطير الدول ولا، قال في جنرال من الجيش جاي حاليا جوا السنتر نفسه فممنوع الحين، بعدين تعالوا خذوا. فالحين الرجال ده عنده اصايمنت وعنده شغل، فسحبنا على هذاك. الثالث جينا بشاور مور او اللي يسموه جي 9، من ساعتين ثلاثة تزبط على كيفك وصار تقاطع وكباري وحركات، بس ما قدرت اطير الا 200 متر. شكرا. ما قدرت اطير كثير فوق لانه ما ادري الدرون فجأة كنت تحت الكوبري وقاعد اطير، فمرتين او ثلاث مرات صار عندي وانا قاعد اطير على فوق انقطع الاتصال، صار سيجنال لوست وما ادري ايش وخرابيط فاضيه، فما قدرت اطير كثير. كنت ابغى اروح ل 400 500 متر بس للاسف ما قدرت اروح كثير. المره الجايه بروح بوقف فوق الكوبري، الرجال ده عنده حساسيه من الشمس، دوب لقي قدامي تحت الكوبري بريج جنيتشاجي ودر لو صار سيجنال خراب ما بينه وقيتي وبين بوراني بنسى قبل اليوم. فورت ون اف 10 دوار صغير في افتن لطيف خفيف، جينا اخذنا له صوره وفيديو. وبعدها على معلمنا معلم عدنان الشاورة يديه العافيه، اخذنا شاورما والحين راجعين البيت. المهم ان شاء الله يعني تكون فكره الفيديو عجبتكم. عندي افكار ثانيه مثل هذا ان شاء الله بواصل، وان شاء الله نشوفكم فيديوهات قادمه. حتى ذلكم الحين ابنا خيار ركنا، باي 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 تاني، الله حافظ. السلام عليكم.